بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم إن شاء الله راح يكون عن الـ expressions والـ mathematical أو والـ operators عن الـ expressions وخصوصاً الـ mathematical expressions والـ operators expressions and operators. طبعا expression معناه التعبير، والoperator معناه العامل. طبعا ماذا نقصد بالexpression؟ الexpression هو خليط، نقدر نعطي يعني التعريف التالي، هو خليط من القيم والش اسمه والمتغيرات والعوامل، نقصد يعني جمع عامل، والوظائف. طبعا الوظائف ما راح نشوفها اليوم إن شاء الله، راح ناخذها في دروس قادمة، فلذلك يعني اليوم راح نقتصر على يعني راح نعطي التعريف الكامل للإكسبريشن، لكن ما راح نشرح كل أنواع الإكسبريشنز الموجودة. فنقول خليط من القيم والمتغيرات والعوامل والوظائف، يكون له قيمة معينة، أو ينتج، نقوم بتفسيره، أو يقوم الكمبيوتر بتفسيره، أو شو اسمه حسابه، يعني يقوم أو يمكن، أحسن أفضل يعني يمكن حسابه حساب حساب أو حساب حساب قيمته حساب قيمته. إذا خليط من القيم والمتغيرات والعوامل والوظائف يمكن حساب قيمته، يعني معنى أنه يعطينا قيمة واحدة. لو إذا كنت يعني بالإنجليزي، القيم اللي هي values، والمتغيرات اللي هي variables، والعوامل اللي هي operators. Operators هنا ORS، والوظائف اللي هي ممكن تقول functions أو methods، طبعا في الجافا نسميها methods، وراح نشوفها إن شاء الله. يمكن حساب قيمته اللي هي value الخاصة فيه، وحساب القيمة نسميها evaluation. خلونا نكتب، يمكن حساب قيمته هنا نسميها evaluation. طيب، بعيد عن التعريف النظري، خلونا نشوف مثال على expressions في لغة الجافا. مثلا عندنا expression 2 زائد 3، فهنا مجموع قيمتين و operator، زين عندنا 2 values هنا و operators. طبعا لو حسبنا قيمة ال expression هذا، لو قلنا مثلا خلينا نسميها عملية eval، زين اللي هي اختصار evaluation، eval للإكسبريشن هذا راح يعطينا 5، مضبوط. كمثال آخر، لو قلنا، طبعا أنا ما أتكلم هنا عن الجافا، أتكلم بشكل عام، يعني الجافا ما فيها كلام زي كذا eval وكذا، لكن أنا أتكلم عن بشكل عام، يعني حتى مثلا ممكن أقول مثلا 4 في 5، زين إذن هنا عندنا value و value وعندنا operator. فلو سوينا evaluation الأربعة زائد خمسة راح تعطينا شو اسمه 20، وهكذا. طبعا دائما خلونا نجي الآن expressions في لغة الجافا. طبعا حنا شفنا المتغيرات، شفنا الoperators، بعض الأوبريتورز، وشفنا برضو القيم، والمقصود هنا literal values، زين literal values زي 4 5 وهكذا. طبعا دائما يكون الإكسبريشن ما يظهر الإكسبريشن لوحده، لكن دائما يكون ضمن statement أو ضمن جملة، وشفنا أمثلة كثيرة سابقا على شيء هذا، وهو
مثل في ما نسميها الاساينمنت ستيتمنت مثلا. فمثلا نقول في لغات مثلا شفنا قبل في البرامج، نقول والله مثلا انت اكس بعدين نسند له جيتس 2 زائد 3 وبعدين فاصلة منقوطة. فهذا عندنا هالجزء هذا عبارة عن expression راح يعطينا لما يتم تنفيذ البرنامج، راح يعطينا قيمة 5 نسندها ل x زين. فإذا هذه كلها زين هي نسميها statement أو عبارة statement جملة أو عبارة معناها جملة أو عبارة زين. أو هذا نسميه هنا عندنا expression، هذا نسميه expression هذا الجزء. وتحديدا هنا عندنا هو mathematical expression، mathematical expression. طبعا نحتاج ان نضيف اضافه هنا على التعريف ونكمل التعريف ونقول يمكن حساب قيمته باتباع، وهذا شيء مهم جدا، باتباع اولويه خاصه بالعوامل، او خلينا نقول حسب اولويه العوامل، حسب أولوية العوامل زين، اللي تحددها لنا اللغة. طيب راح نشوف الآن وش نقصد بأولوية العوامل، لكن قبل ما نشوف الشيء هذا ممكن نقول إنه عندنا نوعين من الاكسبريشنز. عندنا انواع كثيره طبعا، بس تقريبا يعني راح نشوف اليوم ان شاء الله ماثماتيكال اكسبريشن زين، او التعبير الرياضي. طبعا التعبير الرياضي يعطينا عدد دائما، لما نسوي له ايفالويشن يعطينا عدد، فمثلا 2 زائد 3 تعطينا 5، 4 في 5 يعطينا 20، اذا يعطينا عدد. وفيه ما يسمى باللوجيكال، النوع الثاني اللوجيكال اكسبريشن. اذا عندنا نقدر نقول رقم واحد ماثماتيكال expression، والنوع الثاني logical expression. logical expression طبعا فيه انواع ثانية مثل method expression، لكن هذا راح نشوفه ايضا فيما بعد. طيب خلونا اليوم راح ان شاء الله يكون تركيزا على الماثماتيكال اكسبريشن. خلونا نشوف كيف يتم كيف او كيف تتم عمليه الايفالويشن للاكسبريشن، او عمليه حساب قيمه الاكسبريشن، وهذا هو الشيء المهم اللي نبغى نتعلمه اليوم. طيب اولا قد يكون الاكسبريشن اللي يجينا اكسبريشن سمبل، ونقصد بالسمبل اكسبريشن او الاكسبريشن البسيط اللي يكون يتكون من مثلا عدد فقط، يعني مثلا 5 زين. يعني هذا عباره عن سمبل اكسبريشن، اكسبريشن بسيط قيمته 5 زين، ما في اي operators، ما في أي شيء. ممكن مثلا تقول int y gets 5، فهذا عندنا الـ expression 5. قد يكون الـ expression variable برضو، يعني نوعا ما يعتبر expression بسيط. مثلا نقول مثلا int z gets y، فهذا عندنا الـ expression ما في إلا variable. وقد يكون الاكسبريشن يتكون من مجموعة وخليط من الفاريبلز والفاليوز والاوبريتورز. مثلا شفنا قبل حنا الاكسبريشن 2 زائدا 3
زين، فهذا عبارة في value هنا وفي value هنا وفي عندنا الأوبريتور حق الجمع. أيضا ممكن يكون عندنا expression مثال ثاني، ثلاثة في خمسة زائدا 100 مثلا. عندنا هنا operator، عندنا هنا operator، وعندنا هنا values. فهذه السؤال هنا كيف يتم الـ evaluate، كيف تتم عملية الـ evaluation أو حساب قيمة الـ expressions اللي يكون فيها operators زي هذه. طبعا لما يكون عندنا operators يجب، مهم جدا أننا نعرف أولوية الـ operators هذه. زي ما قلنا قبل هنا، قلنا يتم حسابته حسب أولوية العوامل اللي على هذا يكون راجع لي، يكون راجع للغة نفسها. وش نقصد بأولوية العوامل؟ مثلا مثلا هنا عندنا عامل واحد، فإذا ما في أولوية، يعني ما في إلا عامل واحد، فلذلك أو أوبريتور واحد، ما في إلا أوبريتور واحد، فلذلك ما في عندنا أي مشكلة. نقول 2 زائد 3 يعطينا 5، الناتج هو 5. هنا عندنا ضرب وجمع، عندنا two operators، الضرب والجمع multiplication والaddition. السؤال الآن كيف راح نحسب القيمة هنا؟ ممكن والله يقول واحد، يقول حنا نبدأ من اليسار، نقول 3 في 5، زين 3 في 5 اللي هي الجزء هذا يعطينا 15، بعدين زائدا هنا عندنا 100، مضبوط، فيساوي إيش؟ 115، واضح؟ فإذا قالنا بنبدأ من اليسار. ممكن يجي واحد أو السؤال الآن، ولنفرض أنه هذه هي القاعدة اللي راح نتبعها. طيب لو قلنا 100 زائدا 3 في 5، زين كم يطلع النتيجة؟ هنا لو اتبعنا نفس الفكرة هذه راح نقول انه 100 زائدا 3 103، زين بعدين في 5، زين هنا نقول 103 في 5 ب 515، فإذا الناتج كامل يكون 515. والآن تلاحظ أنه صار عندنا مشكلة. أرجون يكون الكلام هذا واضح. زين إذا صار عندنا مشكلة، صار عندنا اختلاف، هنا طلع لنا الناتج 515، هنا طلع الناتج 115، مضبوط، مع أنه ضربنا 3 في 5 وأضفنا لها 100، أو هنا قلنا، عفوا، قلنا 100 زائد 3 في 5، وهنا قلنا 3 في 5 زائد 100، فإذا إعادة الترتيب طلعتنا ناتج آخر، معنا نفس الأرقام ونفس الأوبريتورز، same values same operators، بس أعطانا نتيجة أخرى. إذا لابد أن نقول نتبع قاعدة معينة في عملية الـ evaluation، مضبوط، حتى يعني يكون العملية واضحة. السؤال وش القاعدة؟ القاعدة عندنا هي كالتالي. طبعا قد يقول، ممكن يقول واحد انه والله نبغى نبدأ من اليسار، زين نضرب بعدين نجمع، لكن طبعا هذه القاعدة ما تنفع معنا، ما يعني قاعدة غير صحيحة. القاعدة الصحيحة او القاعدة اللي تتبعها الجافة وهي متبعة بالرياضيات هي تفضيل الضرب على الجمع، و أو بالأحرى تفضيل الضرب والقسمة على الجمع والطرح. السؤال طيب ليش الأولوية ما هي كذا، يعني ما نبدأ من اليسار فقط يعني بكل سهولة؟ لأنه هذا المعتمد من قبل الرياضيات، واعتمد أيضا في البرمجة. إذن هناك قوانين في الرياضيات وانتقلت للبرمجة على اعتماد أولوية معينة للأوبريتورز حقين الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها. لو نروح نشوف موقع، لو نشوف موقع
أوراكل اللي تبعهم لغة جافا، حاطين لك هنا الأولوية حقت الأوبريتورز في الجافا. زين، طبعا في أوبريتورز، بعض الأوبريتورز ما شفناهم حتى الآن، لكن نلاحظ هنا على الأقل الأوبريتورز اللي معروفين عندنا: الضرب، القسمة، باقي القسمة، هذا الأوبريتور باقي القسمة، يأخذون الأولوية على الجمع والطرح. مضبوط، وهذول الأوبريتورز اللي راح نشوفهم اليوم. إذا خلونا نرجع نكتب الأوبريتورز هذولا، ودائما أنا طبعا إذا بغيت تعرف الأولوية وتعرف الأوبريتورز تروح ترجع لتعليمات اللغة. فإذا الأوبريتورز اللي عندنا هم الأوبريتورز شو اسمه، هم الأوبريتور الضرب، زين، بمعنى إنه 5 في 3 يعطينا 15 يساوي 15. عندنا أوبريتور القسمة بمعنى إنه 10 تقسيم 2 يساوي 5. وعندنا أوبريتور باقي القسمة بمعنى إنه مثلا 11 باقي قسمته على 2، 11 تقسيم 2 يساوي 5 والباقي 1، يساوي 1، 5 في 2 ب 10 والباقي 1. طبعا في ملاحظة، طبعا هذه الأوبريتورز الثلاثة لها نفس الأولوية، الأوبريتورز الثلاثة. طبعا في ملاحظة قبل ما ننتقل للجمع والطرح، ملاحظة أن الأوبريتور هذا هو القسمة بباقي، بمعنى أنه لو قلنا 11 تقسيم 2 فإنه راح يساوي 5 برضه، زين، وليس 5.5. زين، والسبب أنه عندنا هنا integers ما عندنا double، وراح إن شاء الله نشوف في درس قادم إن شاء الله لما ناخذ data types أنواع البيانات ونتعرف على يعني بالتفصيل عن أنواع البيانات، راح نعرف أنه الأوبريتور هذا راح يتغير معناه مع تغير أنواع البيانات. فمثلا يعني خلونا ناخذ يعني بشكل سريع، يعني لو قلنا مثلا 11.0 تقسيم 2.0 إنه راح يعطينا 5.5. زين، لأن هنا استخدمنا أعداد بفاصلة تقبل الفاصلة أعطانا 5.5 أعداد دبل، بينما هنا لما نستخدم integers فإنه راح يعطينا العدد القسمة الصحيحة، هنا القسمة الصحيحة بباقي، وهنا يعطينا القسمة العشرية اللي تقبل الفاصلة. طيب، هذه الأوبريتورز الثلاثة، زين، الضرب والقسمة وباقي القسمة. عندنا أوبريتورز هذه لها الأولوية، لها أعلى أولوية، يأتي بعدها أوبريتورز الجمع والطرح، يأتي بعدها في الأولوية أوبريتورز الجمع والطرح. في عندنا هنا الجمع والطرح، زين. طيب، بما أنه في أولوية، طبعا الأولوية بين الأوبريتورز هذه تكون من اليسار إلى اليمين، إذا اجتمعت الأوبريتورز هذه مع بعض فإن الأولوية تكون من اليسار إلى اليمين. برضو نفس الفكرة بالنسبة للجمع والطرح. طيب، خلونا ناخذ أمثلة على الأولوية، على أولوية الأوبريتورز. خلينا نشوف بعض الأمثلة. خلونا نحسب، نقوم بحساب المثال التالي: 12 تقسيم 5 زائدا 8 تقسيم 4. طيب، الآن عندنا الأوبريتورز اللي موجودة عندنا، عندنا أوبريتور القسمة هنا، وعندنا أوبريتور الجمع هنا، وعندنا أوبريتور القسمة هنا. طيب، أي الأوبريتورز من الأوبريتورز هذه له الأولوية؟ طبعا
نعرف انه الاوبريتورز حقت القسمه دائما لها اولويه على اوبريتور الجمع. فاذا نبدا اول شيء نبدا بعمليه القسمه هنا وعمليه القسمه هنا، ناخذ نتيجتهم، بعد كذا نحسب عمليه الجمع. اذا خلونا نقول انه راح نحسب القيمه اللي هنا عندنا، راح نحسب القيمه هذه وبعدين نجمعها مع القيمه اللي عندنا هنا. خلونا نحسب 12 تقسيم 5. زي ما قلنا خلونا نحطها على جنب هنا، نقول عندنا 12 تقسيم 5 وعندنا 8 تقسيم 4. طبعا 12 تقسيم 5 فيها 2 والباقي طبعا 2، و8 تقسيم 4 فيها برضه 2. زين، فإذا عندنا هنا 2 وعندنا هنا 2، فالناتج يكون 4. إذا هذا هو ناتج الإيفاليويشن لهذا الإكسبريشن. خلونا نتأكد من الناتج هذا. خلونا نروح البرنامج جيليت ونحاول نحسب 12 على 5 زائدا 8 تقسيم 4. طبعا لو تلاحظ هنا اني حطيت الاكسبريشن هنا وضعته في ستيتمنت تستدعي ميثود اللي هي ميثود الطباعه. زين، فبدلا من اني اسنده وضعته في برنتلين حتى يطبع لنا القيمه. خلينا نسوي كومبايل وبعد كذا نسوي رن للبرنامج. اخذنا اولا 12 تقسيم 5، زين زي ما حسبنا، احنا حسبنا 12 تقسيم 5، بعد كذا طلع الناتج 2. لاحظ هنا الاكسبريشن ايفالويشن. بعد كذا انتقل الان يبي يسوي عمليه الجمع. طبعا لما جاي يسوي عمليه الجمع اكتشف انه لازم يسوي القسمه اللي على اليمين قبل، فراح يقسم 8 تقسيم 4. لاحظ سوى عمليه القسمه هنا، بعد كذا طلعنا الناتج 2، بعد كذا راح يسوي الجمع 2 زائد 2 زائد 2 4، وطبع النتيجة وانتهى البرنامج. إذا خلونا ناخذ مثال ثاني على العملية، وأرجو أنك تكون يعني انتبهت ولاحظت هنا القضية البريسيدنس أو الأولوية. ما نسميها بالبريسيدنس أو الأولوية. خلو أكتب الكلمة مرة ثانية هنا بريسيدنس. خلو أكتبها هنا بريسيدنس أو الأولوية. أولوية. إذا يتم عمل الإيفاليويشن للإكسبريشن، زين، أو حساب قيمة الإكسبريشن بناء على حسب قوانين الأولوية اللي شفناها. طيب خلو نشوف إكسبريشن ثاني، والإكسبريشن هو كالتالي. ولاحظ كيف أنا أسوي عملية ذا 3 في 4 زائدا 15 تقسيم 2. زين، طيب اذا جيت هنا، اذا جيت تسوي ايفالويشن، اول شيء اروح لاقل العمليات اولويه وهي الجمع. فهذه الجمع، اذا عندنا هنا جمع، عندنا هنا شيء راح نحسبه، وعندنا هنا حاجه راح نحسبها. زين، طيب طبعا ممكن اروح احسبها برا، لكن هنا سهله العمليه. ف3 في 4 ب 12، 15 تقسيم 2 فيها طبعا قسمه بباقي فيها 7، ف12 زائدا 7 يطلع لنا الناتج 19. اذا العمليه هنا 19، وهذا هو شو اسمه، وهذا هو ناتج الايفالويشن حق الاكسبريشن هذا. طيب خلوا نجرب اكسبريشن ثاني مره ثانيه. نقول مثلا 1 زائدا 9 تقسيم 2 في 2 مثلا. فهنا مرة ثانية دائما نروح للعملية الأقل أولوية، أو خلوا نعدل هنا برضو، نقول هنا ناقص مثلا ناقص 4 مثلا. زين، طيب
خلونا نشوف وش العمليات الأقل أولوية. واضح جدا عمليات الأقل أولوية هي الجمع هنا وعملية الطرح هنا. إذن راح نقول هنا زائد، واضح؟ طبعا بما أن عندنا عمليتين أقل أولوية دائما نبدأ باليسرى، فإذا نقول أنه راح يكون عندنا حاجة هنا اللي هي طبعا ما يحتاج هنا، ما يحتاج نضع مربع، واضح أنها واحد، زائدا اللي راح يعطينا إياه هنا، مضبوط، الناتج اللي هنا ناقصا 4. هذا هو الإكسبريشن اللي راح نحصله. طيب خلونا نحسب الإكسبريشن هذا، نحطه على جنب هنا، نكتبه على جنب، زين. طبعا أنا أنت ممكن طبعا إذا كنت تقدر تحسبها براسك احسبها بسرعة، بس أنا هنا يعني أحاول أعطيك طريقة تسهل عليك الحساب مع أخذ الاعتبار بالأولوية، زين. إذا الجمع قلنا إحنا الأولوية دائما الطرح للضرب والقسمة، الأوبريتورز هذه الضرب والقسمة وباقي القسمة دائما لها الأولوية الأعلى، ثم بعد ذلك يأتي الجمع والطرح، زين. فإذا هذه هي الأولوية، نقدر نقول هذه أولوية رقم واحد، هذه أولوية رقم اثنين، مضبوط. لاحظ أني مش معنى الشيء هذا، معناته أني لما يجيني جمع وطرح وجمع وقسمة وضرب وطرح، أول شيء لازم أحسب نتيجة الضرب القسمة هنا ونتيجة الضرب هنا، بعد كذا أروح أجمع وأطرح. هذا المقصود بالأولوية. فذلك أنا نزلت الجمع ونزلت الطرح هنا ونزلت القيم 4 و1، بعدين قلت هذا هنا راح أحسبه. طبعا اللي هنا عندي كيف راح أحسبه؟ راح أحسب، طبعا خلونا نحطه هنا، نضع على على شو اسمه على اليسار هنا 9 تقسيم 2 في 2. كيف راح أحسب قيمة هذا؟ بما أن متساوية الأولوية، بما أن متساوية الأولوية، إذا نأخذ الأول منهم، فنقول 9 تقسيم 2، 9 على 2 فيها 4، زين، في 2، واضح؟ إذا بدينا باليسار قبل اليمين، 4 في 2 يساوي 8. إذا نتيجة الإكسبريشن هذا هي 8، 4 في 2. خلونا نيجي هنا نضع النتيجة 8، نقول 1 زائد 8 ناقص 4. أولا نبدأ بعملية الجمع لأن هي اللي سبقت، بعد كذا ننتقل لعملية الطرح. إذا هنا عندنا جمع، عندنا هنا طرح، نبدأ أولا بالجمع هذه، فنحط الناقص هنا، نقول له ناقص، راح نحسب اليسار الناقص، وبعد كذا اليمين الناقص، اليمين الناقص 4 ننزله، اليسار الناقص 1 زائد 8 اللي هو 9، زين. بعد كذا نروح هنا نقول 9 ناقص 4 يساوي 5. فإذا الناتج النهائي للإيفاليويشن للإكسبريشن هذا هو 5. راح نروح نشوف إن شاء الله في فيديو قادم راح نكمل العمليات الإيفاليويشن هذه، ونشوف كيف إذا دخلنا الأقواس كيف تكون العملية.